احس نفسي كلش مخنوقه. تعالي حبيبي تعالي. خير؟ ايش صاير؟ والله ما دا افتح. يعني عدنان نعمان ليش اختار يكرهني مكان ما يحاول يصدقني؟ ايش سوى بعد؟ كل ما يشوفني يشمئز مني، والنوبة من تجي هاي سمر يزيدها علي ويقوم يرزلني، واني قدامهم احاول اكون القوية الصبورة، بس دا احس نفسي من جوا كلش مخنوقة ما دا اقدر. واصلا اني دا اروح للشركة يوميا لان دا افكر راح يجي جمالي باي لحظة، بس هو ما دا يجي. أني أحس نفسي كلش مخنوقة، مفتقدته ومحتاجة أشوفه، محتاجة أحضنه. لا تهتمين حبيبتي، تدرين بيه قلبه أسود. أني الشي الوحيد اللي مصبرني إن أمهم مديحة صديقتي واحتضنتني مرة ثانية. جد كلش محتاجة، هذا أكثر شي فرحني. إن شاء الله تلتقين بها عن قريب. أنا باكر أول شي راح أسويه راح أحاول أخبرها، لأن أنا كلش محتاجة أحكي وياها. إن شاء الله إن شاء الله تلتقين بها، تحكين وياها، طلعين كل اللي بقلبك. لا تحتمين حبيبتي لأبوكي. شكرا لأن أنت موجودة بحياتي، والله يعني أنا من دونكم ما أعرف شو أسوي. شكرا على كل شيء. حبيبي القريب شيء، القريب شيء. هلا سعاد، رجعتي من وقت؟ اي ترخصت من ست مديحة، ما اقدر اعوف ابني هنا وحدة بعد. لا عافية سعاد، بدو اروح لك لتسوين هالشكل. حادث ودعتك حادث، اصلا انا احب وسام مثل ابني وانت تدرين. كان عبالي تعتبرين مثل ابنك، وكان عبالي تعتبريني مثل اختك، بس مع الاسف طلعت غلطان. اصلا انا طولت يمكم، احس نفسي صرت ثقيله، اروح اسلم. ليش؟ راح تزعليني وتقهريني والله. وين ترحين امي؟ صدقيني عيوني انت، والله والله دا اقول لك يعني مضطره وهيك شغل مؤقت. ليش تفهميني غلط؟ والف مره قالت لك البيت بيتك والبنات خواتك واني مثل امك. يا يمه لا تحكين هالشكل، فدوى اروح لك. شلون اذا طلع الحكي على مهند صحيح ويطلع صدق مجرم؟ وعاد هذا لا يروح يسوي لك شيء، الولد مو صاحي ترى. شو نقول لهم للعالم؟ اظلوا انت وحده ترفع وحده تكبس، شبيه ما بي شيء، ولدو كنه ورده وخوش، ولدو يعاملني اصلا معامله كل فريده. فريده ماما وين رايحه؟ فريده شجعت يا بلقيس سلت جفصين. ماما ترى حكيش مو منطقي، وهي ما راح تبقى هنا. انت تروح، ما خليها تروح لاي مكان، هي تعرف البيت بيتها. بعدين فدوى يما انتوا ليش ما تفتهموني؟ صار لي ساعه انا اشرح لكم. انا زين انا ليش ما حكيت لكم؟ لان انتوا راح تفتهموني هالشيء، راح تفتهمون غير شيء. فما حكي، سكتت. دا اقول لكم وعيونكم شغله مؤقته الا ان يطيب وسام. واذا ما طاب شلون؟ راح احكي يا خاله سعاد تشوف الشغل وتهتم بابنها، وانا القى عليه شغل، وانت بعد رجعي لي الخياطه. مستحيل اقدر اتحمل مسؤوليته وحدي. خاله سعاد اليوم هيجي خابرتني وسالت على وسام وسدت التليفون. هي الصدق؟ راح نظل نشذب، راح تصير هواية مشاكل. أصلا أنا طولت يمكم، أحس نفسي صرت ثقيلة، أروح أسلم. ليش؟ راح تزعليني وتقهريني والله. وين ترحين أمي؟
صدقيني عيوني انت، والله والله دا اقول لك يعني مضطره وهيك شغل مؤقت. ليش تفهميني غلط؟ والف مره قالت لك البيت بيتك والبنات خواتك وانا مثل امك. يا يما لا تحكين هالشكل، فدوى اروح لك. شلون اذا طلع الحكي على مو انه صحيح ويطلع صدق مجرم؟ وعاد هذا دا يروح يسوي لك شيء؟ الولد مو صاحي ترى. شو نقولهم للعالم؟ اظلوا انتوا وحده ترفع وحده تكبس. شبيه ما بي شيء، ولدو كان ورده وخوش، ولدو يعاملني اصلا معامله كل فريده. فريده ماما وين رايحه؟ فريده شجعت يا بلقيس سلسله جفصين. ماما ترى حكيش مو منطقي، وهي ما راح تبقى هنا. انت تروح، ما خليها تروح لاي مكان. تعرف البيت بيتها. فدوى يما انتوا ليش ما تفتهموني؟ صار لي ساعه انا اشرح لكم. انا زين انا ليش ما حكيت لكم؟ لان انتوا راح تفتهموني هالشكل، راح تفتهمون غير شكل. فما حكيت، سكتت. دا اقول لكم وعيونكم شغله مؤقته الى ان يطيب وسام. واذا ما طاب شلون؟ راح احكي يا خاله سعاد. تشوف الشغل تهتمي بابنها وانا القى عليه شغل، وانت بعد رجعي للخياطه. مستحيل اقدر اتحمل مسؤوليته وحدي. خاله سعاد اليوم هيجي خابرتني وسالت على وسام وسدت التليفون. من الصدق اروح نظل نكذب راح تصير هوايه مشاكل. وانت علمتيني الكذب يجر كذب. الف الله عليك. هاي المرجيه منك حتى انت تفهمين هالشكل. وداني اقول انت كبيرتي و فهمتيني هيجي. مشكورة، أشكرك هواي. حشوف فريد. فريدة بشرف ايش لتسوين هيج؟ وين رايحة مثلا؟ سهير انت تعرفين اني قد احبك، بس وين ما دا اروح دا احس نفسي صرت ثقيلة على العالم. فريدة شنو حبيبي ما تعرفين احنا منو؟ ما شفتيش قد نحبك؟ وين تريدين تروحين وتعوفيني؟ بيتك هذا ترى، بيتك. يلا حبيبي مشي غسلي وجهك شوية وارتاحي. ترى ما مهم من قهرت، والله مو قصدها تسوي حج أبد. انتو تعرفون ما عندي أحد بهاي الحياة، باعوا على نفسكم.